يا مساء الخير والسعادة والتفاؤل على مشاهدينا الكرام ومتابعين برنامجي وبرنامجكم بدايتك مع هبة. عايزين بس نكون متفقين على حاجة، ان كل هدف او كل حلم في حياتنا عايزين نحققه لازم يكون ليه فكرة ولازم يكون ليه بداية. علشان نقدر نوصل لنهاية الحلم ده او نوصل لتحقيقه لازم نكون مؤمنين بالفكرة وناخد خطوة للبداية. فتعالوا النهاردة نشوف بدايتنا مع ضيفتنا الجميلة كانت امتى وازاي وليه المجال ده اختارته من وسط مجالات كتير كان ممكن ان هي تتخصص فيها. ضيفتنا النهارده ايمان مجدي، ضيفه جميله جدا، اخصائي تخاطب وتنميه لغويه. تعالوا بقى نتعرف عليها اكتر مع بعض. مساء الخير يا ايمان. مساء النور يا هبه، نورتيني يا حبيبه قلبي. بنورك يا حبيبتي، ميرسي. تسلمي يا رب. عرفينا بقى يا ايمان عنك اكتر. تمام، انا ايمان مجدي، اخصائي تاهيل تخاطبي وتنميه لغويه. تمام. اخذت دبلوم التخاطب من مؤسسه لوتس بالتعاون مع جامعه عين شمس. تمام، بتقدير امتياز يعني، الحمد لله. الحمد لله. وبعد كده التحقت بكليه التربيه. تمام. اخذت بقى دبلوم تربوي وصولا الى الدبلوم الخاص. تمام. ابتديت في الماستر بس يعني لظروف ما اضطريت اجل بس للسنه اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. وتخصص صحه نفسيه يعني. تمام. بإذن الله. تمام، حلو قوي. قولي لي بقى يا امين، بداتي امتى في المجال ده؟ وليه المجال ده؟ ليه اشمعنى المجال ده اللي انت اخترت ان انت تكوني موجوده فيه او تتخصصي فيه؟ طيب، انا بدات تقريبا من 7 سنين. حلو قوي. تمام. ما شاء الله. تمام. ليه حسيت انه دي اكتر حاجه يعني بتشبهني شويه؟ هي شغل. تمام. مع الاطفال عموما. أوه. والاطفال دي خاصه يعني. كنت متطوعه في جمعيه خيريه. تمام. كنت بتعامل مع الاطفال دي من بعيد شويه، كحفلات كزيارات والحاجات دي. حاجات على المدى البعيد يعني. بالزبط. مش دايما. بس حسيت فعلا قد ايه دي حاجه حلوه جدا. بالزبط. ومريحه كمان اصلا التعامل مع الاطفال يعني. فابتديت ان انا اخدت قرار ودخلت بقى المجال، واهم حاجه ان يبقى فيه دراسه، فعلشان كده قعدت فتره طويله ادرس. بعديها بقى نزلت تدريب في كذا مكان بحيث ان انا اخد الخبره الكافيه وابتدي اشتغل تحت ايد مدربين اقوياء، علشان بس يعني يبقى علمهم ينتفع بيه يعني، مش ضرر للاطفال كده وخلاص يعني. لا، انت يعني عايزه تكوني دارسه وعندك خبره في التعامل علشان تقدري ان انت تتعاملي صح مع كل الاطفال. بالزبط. وخاصه ان هم اكيد مش هتلاقيهم كلهم نفس الطبع او نفس الاسلوب او كده، لا اكيد هيختلف. فلازم تكوني قادره ان انت تتعاملي مع اكتر من حد باكتر من اسلوب. بالزبط. تمام كده. بالظبط. تمام. بعديها اول كان شغلي كان في مستشفى. تمام. في عياده تخاطب يعني. ثم بقى التحقت برضو بجمعيه خيريه لمده سنتين. تمام. وكان اكتر حاجه بقى بعديها يعني توفيق من عند ربنا، وكان فخر ليا جدا ان انا انضم يعني للموضوع ده، هي كانت مستشفى الجامعه. تمام. ابتدينا ساعتها ان احنا نعمل عياده او وحده يعني للتخاطب وتنميه المهارات وتعديل السلوك للاطفال. دي كانت حاجه مجهودات شخصيه بحته. كان حتى كل الحالات كانت مجانا. طب حلو جدا. ازاي ان احنا نقدر ان احنا نطلع من الاطفال دي المواهب، وخصوصا ان هم عندهم مواهب كتير قوي. ابتدينا ان احنا كمان كتعليم سباحه احنا معانا كمان اهو اللي بياكد كلامك، معانا برضو الشهادات بتتعرض دلوقتي. تمام. تمام. بتاع المجالات طبعا اللي انت بتتكلمي فيها، ما شاء الله حاجه طبعا مشرفه جدا جدا يعني بجد. ولا حاجه، احنا لسه في البدايه. كمان ده لازم. ده لازم التواضع بصراحه. لا والله ده لازم. انا شايفه ان عندي علم حبه صغيرين جدا يعني. انا لسه ما عملتش اي حاجه. والله يا حبيبتي تكوني احسن من كده كمان بكتير جدا باذن الله. طيب حابه تعلقي عن حاجه فيهم؟ لا، زي ما قلت هي دي الشهادات اللي يمكن انا درست فيها يعني لحد دلوقتي، ربنا يقدرني ان شاء الله. ربنا يقدرنا على فكره. تمام. كملي بقى موضوع العياده اللي كانت العياده المجانيه دي. يعني احنا كنا مقتنعين جدا ان كل طفل جواه مهاره معينه، بس المهم ان احنا نكتشفها. وفعلا احنا كنا نحاول ننميها معاه برضو يعني. اصل هو طفل مش هيقدر ان هو برضو يحدد الحاجه دي، او حتى لو هي موجوده عنده هو مش هيقدر يوصل لك ان الحاجه دي مثلا موجوده، فما غير لو انت اكتشفتيها ونميتيها معاه، لان هو مش هيقدر ينميها لوحده. بالظبط. واهم من انت يعني الاول ان احنا بس نعرف نوصل ايه هي الموهبه. بالظبط. لان طبعا اهل الاطفال دي بيبقوا عندهم تصورات تانية خالص، اما ان هم فعلا ما عندهمش
اي موهبه او يدوب ياكلوا ويشربوا وبس، أيوة. يا اما حاطين تطلعات كبيره قوي وبيضغطوهم جدا في في الانشطه المختلفه. لكن هو ايه موهبته وايه نقدر ننميها؟ لا هي مش دي عايزين اهم ده، حاجه. هم بالنسبه لهم او بالنسبه للاباء والامهات معظمهم، مش هنقول كلهم، ان هو انا عايزك تكون كذا بالظبط. فما فهو برضو بيكون عليه ضغط كبير جدا علشان يقدر يوصل للحاجه اللي مثلا الاب او الام هي تعتبر كده امر اصلا، وده مش مستحب خالص لان ممكن ما يقدرش يحققه. بالظبط. هو ده دور بقى الارشاد الاسري كمان اللي احنا دايما بنعمله لاهل الاطفال دول بالذات، علشان يبقوا مستوعبين تماما الطفل حالته ايه وازاي نقدر نتعامل معاه وموهبته ممكن تبقى فين وازاي ننميها يعني. تمام. بس العيادة فضلنا مستمرين فيها لمدة 3 سنين، كانت ما شاء الله تقريبا حاجة معانا حلوة جدا 600 بجد. طفل. الحمد لله الحمد لله. 600 طفل، وحاولنا ان احنا كمان ندمجهم في المجتمع، ودي اهم حاجة. يا كان ريت، بيتم لان حفلات دورية. اصلا الحاجات دي انا ما بشوفهاش صراحة يعني غير قليل قوي، يعني انا اول مرة اسمع اصلا عن فكرة العيادة المجانية خاصة في المجال ده بصراحة هي بجد كانت يعني. مبادرة شوية مننا، بس كانت بس لازم، حلوة قوي، ويا ريت ومردودها كان تكون مهم موجودة في جدا. كل مكان. يا يا ريت رب ان والله، شاء الله يا ان شاء ريت ان الله. شاء الله يا حبيبتي. وابتدينا بقى نعمل لهم الحفلات اللي ممكن ندمجهم فيها مع المجتمع كله، والرحلات ويعني والحاجات المختلفة. تمام، حلوة قوي. بصي بقى يا ايمان، قبل يعني ما ندخل في التفاصيل اكتر خاصة بالتخاطب عامة، عايزاكي كده تدينا الفرق بين اخصائي التخاطب وطبيب التخاطب، لان بلاقي ناس كتير قوي يعني مش بتعرف تفرق بينهم، وغالبا بيعتبروا ان ده واحد بس. تمام. وبلاقي ناس كتير بتقولي انا مثلا كنت عند اخصائي تخاطب وكتب لابني علاج كذا. طب ازاي؟ طب ايه اللي جاب اخصائي التخاطب لعلاج؟ يعني ده اكيد لازم يكون طبيب مختص بالحاجة دي. بالظبط. فعايزاكي بقى تقولي لنا ايه الفرق بين اخصائي التخاطب وبين طبيب التخاطب، وازاي نعرف نفرق بينهم اصلا في التعامل. تمام. تمام كده. هو لازم كل واحد يبقى عارف دوره كويس قوي حلو، ومحترم الحدود دي ولا يا يتعدى ريت. حدود الاخر، زي ما بنقول لا ضرر ولا ضرار يعني. بالظبط بالظبط. كدوري انا كاختصاصي تاهيل تخاطبي، هو لا يعني لا يسمح لي باني اوصف دواء تماما، بالظبط. ما يسمحليش ان انا اشخص تشخيص عضوي نهائي. تمام. الطبيعي اللي بيحصل ان الطفل لو الاهل او الام او الاب ايا كان، هو الطفل عايش مع مين، عنده مشكله، ابتدى يحس ان في عنده مشكله، الطبيعي جدا ان هو يوديه الاول طبيب اطفال، دكتور نفسي وعصبي اطفال، مخ واعصاب اطفال، طبيب تخاطب تمام. في الاول. طيب معلش يا امان، بس اتفضل. هقطع كلامك، معانا مداخله دلوقتي استاذ عبد الله. الو. الو ايوه استاذ عبد الله، اتفضل مع حضرتك. الو الو، اتفضل يا استاذ عبد الله مع حضرتك. طيب الاتصال اتقطع، اتفضلي كملي كلامك. احنا كنا بنتكلم على الفرق بين الدورين. بالظبط. تمام. فالطبيعي ان الاول الطفل بيروح لطبيب بحيث ان هو يشوف عضويا اولا تمام. ايه الدنيا فيها ايه، هل احنا مثلا عندنا مشكله في السمع فمأخره كلامنا، هل انا عندي بالظبط. مشكله عضويه معينه، ده اولا. تشخيص ثم عضوي. بالظبط بيبتدي هو الطبيب يحدد هل الطفل فعلا محتاج جلسات تخاطب، تنميه مهارات او ايا كان، وبالتالي الطفل بيتحول لنا. طيب لو حصل العكس والطفل جالنا احنا الاول، ببتدي ان انا اشوف الطفل كتقييم مبدئي هو محتاج ايه، وبالتالي ان احنا بنحوله للطبيب المختص. تمام. لكن اولا واخيرا لازم الاول الطبيب ايا كان بقى هو يعني الطفل تمام. محتاج ايه، لازم هو في الاول اللي بيشخص الطفل. طيب احنا معانا برضو مداخلة تانية دلوقتي استاذة فريدة. ايوه الو. حيلي. لا في حاجة الو. غلط. الو استاذة فريدة اتفضلي سامعينك. اهلا بحضرتك، ازيك؟ اهلا انا بيكي ندى. يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ اتفضلي يا الحمد ندى. لله. ازيك يا امي، عامله ايه؟ ازيك يا ندى، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. معاكي فريدة اهي. يا روحي. الو. 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 اي فريدة، ازيك؟ انا مش سامعه. انا كويسه الحمد لله، انتي عامله ايه؟
سوري انا مش سامعه. في مشكله في الاتصال. تمام ماشي يا امين، اتفضلي كملي. بس احنا كنا بنقول ان لازم احترام الدور ده، ومفيش حاجه اسمها ان انا علشان مثلا مر عليا كذا طفل بنفس الحاله دي والطبيب كان وصف لهم علاج معين فانا ابتدي اتطوع واوصف نفس الدواء ده، لا يحق لي تماما. بالظبط. ولا اني مثلا كولي امر انزل مع احترامي برضو لاي طبيب صيدلي، او فانزل الصيدليه يقول الولد مش مركز، ما تدي له اي حاجه كده تخليه يركز، طبعا او ما الولد ينفعش. شقي شويه عايزين اي حاجه تهديه، فلا، لان دي صحه الطفل، فحرام ان اي حد بالظبط، يتطوع ويقول اي حاجه مش اكيد اختصاصه غلط يعني. جدا. بالظبط. طيب تمام، قولي لي بقى امتى الام او الاب او عامه يعني الاسره نفسها تحس ان الطفل ده كده في مشكله محتاج ان هو يروح لاخصائي تخاطب او طبيب تخاطب، امتى؟ تمام. احنا دلوقتي عندنا من البداية خالص الطفل تمام بعد الولادة تمام بنبتدي نلاحظ حاجات كتير قوي. اولها انه لو حصل اي صوت جامد، حد قفل الباب جامد، اي حاجة وقعت، بيبتدي اي طفل طبيعي بيبتدي يتخض. بالظبط. معنى كده ان انا سامعي كويس. لو لاحظنا ان الطفل بالتكرار مش بيحس بالاصوات دي وبالتالي هو مش بيتخض، فابتدي ان انا أقلق. اوقف. بالظبط، من غير ما اقلق بقى، هو حاجه بسيطه جدا بس لو احنا اخدنا بالنا منها بدري ده طبعا بيبقى احسن. فابتدي ان انا اتوجه لطبيب المختص، طبيب اطفال طبعا بقى حديث ولاده ايا كان بقى ساعتها سن الطفل ايه، ويبتدي ان هو يعرفني ايه المشكله. تمام بعد كده السن الاكبر من كده هيبتدي المناغاه بقى، الطفل زي ما بيقول كده بيلاغي، بيقول هل بيعمل ده ولا لا، هيبتدي ان هو يركز معانا لما بنيجي نلعب معاه، بيتفاعل ولا لا، بالظبط. بيتجاوب معانا ولا لا. النظر، انه الطفل بيتتبع اول حد مامته او المحيطين بيعمل ده ولا لا، او بيعمله بشكل كويس ولا لا، كل يعني في الطبيعي العادي ولا اقل او اكتر. بعد كده بيبتدي مرحلة الكلام. في أطفال كتير ممكن تتأخر في الكلام بس ما يبقاش تمام عندنا مشكلة كبيرة. أهم حاجة إن الطفل يبقى فاهم، يعني إن أنا أناديله فيبتدي يبص لي، تمام أقول له هات مثلا المية بتاعتك، هات يلا نلبس، يلا نرق، يلا نخرج، يلا، فيبتدي إن هو يتجاوب معايا. مستوعب الكلام اللي انتي بالظبط بتقوليه وفاهمك، بالظبط، وبيبدأ بقى ان هو خلاص يتجاوب معاكي يتجاوب بقى. سواء لغويا او لا. تمام اهم حلو. حاجه ان هو يبقى فاهم، دي اول مرحله مطمئنه. طيب ممكن يبقى هو بيفهم كويس قوي لكن في حاجات ما تطلع اللغه بتاعته، زي مثلا احنا مسافرين بره، الام والطفل بس لوحدهم، مقفولين علينا شويه، فمش مفيش بيئه محيطه بيهم يقدر ان هو يكتسب منها لغه بشكل اكبر، تمام، فممكن ده يسبب تاخر تأخر لغة. شوية في لكن ما الكلام. يبقاش عنده مشكله كبيره. لكن مش معنى كده ان الطفل يقعد لثلاث واربع سنين مش بيتكلم ونقول اصل احنا مسافرين او ان احنا ما بنخرجش او لا، لا لما طبعا، يزيد عن حده قوي لا اكيد طبعا، هيبقى واضح من خلاص ان البدايه، في الوقت من ده كده البدايه تمام في بالظبط. مشكلة. يعني بلاش نقاوح في الموضوع ده، ما يعني نقلقش، ما نقلقش ونعمل توتر ونوتر الدنيا كلها، وفي نفس ولا الوقت في ما نفس نسيبش الوقت. الموضوع خالص. بالظبط، تمام. اضراره بتبقى كتير قوي والموضوع بيبقى تقيل على الاهل وعلى الطفل. وكتير من الامهات بالذات بيبقوا شايفين ان الولد عايزينه يتكلم بسرعه قوي علشان نلحق نوديه المدرسه، مش صح تماما. اهم من هو يتعلم الف باء والكلام ده كله ان هو يوم ما ينزل يعرف يحكي اللي حصل، يعرف يدافع عن نفسه، يعرف يكون يرجع عنده يقول لي اصلا استعداد وقابلية للموضوع ده، او بالظبط، ان هو يقدر فعلا يحكي يتعامل. يعبر حاجه حصلت له، يقدر يرجع يقولها لي، يرجع يقول لي حصل كذا، او يدافع عن نفسه بالظبط. او يعبر. فدي مهمة قوي، دي أولا، ثم بقى الدراسة وغيره. بالظبط تمام. طيب برضو يا امين هنلاحظ برضو حاجة في بعض او معظم الامهات، مثلا بتلاقي الابن مثلا او الطفل عامة مش منتبه ليها شوية، عنده يعني ايه عدم تركيز كده، تشتت انتباه، فرط حركة، بيتحرك كتير، شقاوة، الكلام ده. في ناس بتشوف ده طبيعي تمام، وفي ناس لما بتحس ان هو زيادة شوية اول حاجة بصراحة كل الامهات بتفكر فيها النت، يعني جارية يقولوا سيرش بقى عن الموضوع ده على النت وكده، فبيلاقوا ان ده مثلا عرض او اتنين من اعراض التوحد، فبس خلاص ابني بقى عنده توحد،
خلاص حكمت عليه بقى الدكتوره وحكمت عليه ان هو بقى عنده توحد. قولي لي نعمل ايه في المشكله دي، فيعني علشان مش اول ما تشوف عرض او اتنين خلاص احكم على ابني خلاص ان هو دلوقتي طفل عنده توحد. تمام. بصي هي فكره التوحد بقى ترند، يعني الولد لو بس عنده سلوك ما هيبقى عنده توحد. بالظبط. اول حاجه هي صح جدا الام تبقى مراقبه الطفل كويس وعارفه ايه مشكله عنده اول باول، تبتدي ان هي فعلا تتابعه. مش صح تماما ان انا اول حاجه اجري عليها النت. تمام. في اكيد حاجات صح جدا، بس في حاجات كتير اكتر منها مش كويسه خالص. مش صح. تمام. طيب الصح والطبيعي ان انا اول ما بشك في حاجه زي ما بنقول ان احنا بنروح لطبيب مختص، ثم بعد كده لو احتاج الجلسات دي بنبتدي ان احنا نعملها. طيب انا شك مثلا في ان الطفل ممكن يكون توحد. تمام. طيب برضو مش انا بشوفه كده بس بالنظر فانا احكم عليه. تمام. لان في اعراض متشابهه كتير قوي، في حاجات سلوكيه بحته بس يعني مجرد ان احنا هنعمل له تعديل سلوك. ايه الحل الامثل؟ الاختبار. بنعمل الاختبار اللي هو اختبار كارز مثلا. بنبتدي بيبقى بوينتس معينه بدرجات بحسابيه معينه. طب ده بيكون فين برضو يا امين علشان الناس تكون فاهمه كويس؟ يا اما عند الطبيب. تمام. طبيب تخاطب مثلا. تمام. يا اما عند اخصائي تخاطب. تمام. يعني هي علشان تطمن بدل ما تحكم على الطفل كده على طول، ينفعش اول حاجه بتتوجه لاخصائي تخاطب او طبيب تخاطب تعمل الاختبار اللي انت بتقولي عليه. بالظبط. تمام كده. ده سواء بقى توحد، فرط حركه، الكلام ده كله، لانه الضربه فعلا بتفرق. يعني لو هو حتى أكيد. الطفل توحد. تمام. درجته ايه؟ هل هو بالزبط. شديد، بسيط، ما فيش اصلا، في بس مجرد حاجات سلوكيه، هل انا المتسبب في ده ولا لا؟ احنا عندنا حرمان بيئي، الولد اصلا مش عارف يتعامل. في حاجات يعني ممكن كتير نكون متشابهه اصلا احنا السبب في اللي هو وصل ليه. ايوه بالظبط. حطي كلمه توحد دي على جنب، بس في حاجات تانية كتير شبه ده، بس ما ينفعش ان احنا نشخصها كده، ما ينفعش نحكم عليه بكده. تمام. مع العلم برضو ان ايا كان التقييم بتاعه او تشخيصه في الاخر ايه، مش هتفرق كتير على قد ما احنا لازم نشتغل مع الطفل. يعني نحط القلق بقى على جنب، خلاص اوكي عندي مشكله فانا ابتدي احلها. لكن ان انا اقعد اقلق واقلق واقلق وبس، ما يعني. طب هعمل ايه بالقلق؟ المفروض بالزبط. اخد خطوه دلوقتي علشان القلق ده يروح. بالظبط. فلازم ان احنا نبتدي. تمام. طب معلش هقطعك. معانا دكتور ابراهيم. الو. اهلا. دكتور ابراهيم راجح، ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. اهلا استاذ. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور. والزميله العزيزه دكتوره ايمان مكي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا دكتور. انا كنت لسه بقول على العياده اللي احنا كنا عاملينها المجانيه. طبعا انا اولا بوجه الشكر للبرنامج المحترم اللي استضافك يا دكتوره ايمان. ربنا يكرم حضرتك. كل اخواننا اللي موجودين اللي كانوا معانا ابنائنا من المرضى او من ذوي الاعاقه. الحقيقه كانت عياده مجانيه. كنا احنا في الفتره اللي احنا قعدنا فاتحين فيها العياده من 2016 و2018 كشفنا على اكثر من 600 حاله. الحقيقه كان مردودها قوي جدا، وكنا بنساعد اهالينا اللي موجودين معانا في مدينه سنها واجوارها. الحقيقه كانت حققت يعني تارجت او هدف قوي جدا، وكان في حالات بدات استجابه زي التلعثم وزي الحالات الفرط الحركه وبعض الحاجات، لكن كان مشارك معانا بعض من الزملاء في تخصصات اخرى زي كليه التربيه العامه وزي كليه اداب وكليه التربيه النوعيه، طبعا كليه التربيه الرياضيه. كنا بنعمل معاهم بعض التمارين الرياضيه زي السباحه. الحقيقه كانت بتساعد معانا في انجاز بعض من التخصصات خاصه الاطفال. الحقيقه أنا بشكر الزميلة الفاضلة دكتورة إيمان مجدي، وبشكر يعني الحقيقة البرنامج بتاعكم لإظهار القيمة الجميلة اللي إحنا بنجتهد وبنعملها بدون أي مقابل خالص. الحمد لله. الحمد لله. ربنا شكرا يا دكتور. رب يجازي حضرتك خير والله، ودي أحلى حاجة أنا سمعتها النهاردة بصراحة يعني، ويا ريت يا رب كده إن شاء الله تبقى موجودة في كل المحافظات بإذن الله. شكرا يا دكتور على اتصالك. ماشي. هو دكتور ابراهيم بصراحه من اكتر الناس اللي دعمت الموضوع بشكل كبير جدا يعني. كل خير يا رب. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي نكمل بقى كلامنا. طيب احنا كنا بنقول انه الفكره انه مش الاهل يقلقوا بس. تمام. ايا كان المشكله اللي عند ابني ايه، اهم حاجه ان انا اخد نفس كده.
وابتدي احط المسمى حتى على جنب، خلاص انا مش هعمل حاجه بالمسمى حاليا، على قد ما انا اكون فعلا محتاجه ان انا اوصله لمرحله احسن، فابتدي ان انا اتعامل مع ده، احط طاقتي كلها بقى في ان احنا لما بنعمل الجلسات بتاعتنا بنقول اهداف معينه لازم نطبقها في البيت، ده اللي يحصل. تمام. طيب بمناسبه بقى الجلسات وتعاملك الجميل طبعا مع الاطفال، تمام، عايزين نشوف بقى الفيديو بتاع استاذه امان. ده الفيديو اهو، ده الحفلات اللي احنا كنا بنعملها للاطفال في مستشفى الجامعه وغيرها. لو حابه علقي بقى عن الموضوع ده واشرحي لنا الدنيا. احنا عملنا، بصي هي عشان كانت مجهودات شخصيه جدا فتلاقينا احنا اللي بنعمل الرسم للاسف يعني، بس والله كانوا بيبصوا مش بيخافوا. لا والله حاجه لذيذه قوي. حتى يعني احنا ساعات كنا بنجتهد. بتتعاملي بنفسك يعني، ده حاجه احلى كتير وبتخليكي اقرب للاطفال يعني. هما طبعا ما كانوش بيشوفوا ما قبل ذلك يعني. تمام. طب لو قولي تفتكري الصورة دي كانت امتى؟ الصورة دي تبع جمعية رسالة، كنا برضو عاملين الحفلة دي للأطفال. تمام. كانت بقى عبارة عن مسكوت وحلويات، وابتدينا ان احنا نعمل مسابقات. تمام. كتير ليهم، بتبقى بشكل مبسط طبعا علشان الحالات بتاعتهم وكده، بس في الاخر بندمجهم، بندمج الأطفال مع بعض سواء في مشكلة معاهم او لا. تمام. دي كانت امتى لو تفتكري؟ مثلا تقريبا من 2018. دي 2018. تمام. كانت تبع جمعيه رساله برضو دي ولا دي تبع دي كانت تبع جمعيه رساله. تمام. حلوه قوي. دي بقى مستشفى الجامعه. ما شاء الله. عملنا هناك حفلتين يعني، مش عارفه اقول لك ايه يعني. ربنا يجازيكم كل خير يا رب بجد والله، ويا رب نشوف الكلام ده في كل المحافظات يا رب يا رب يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي. تمام كده. حابه تعلقي على حاجه تانية؟ بالنسبه للصور لا تمام، هي اعتقد هي شارحه نفسها. تمام. صحيح، وبشكر الناس جدا اللي كانوا معانا يعني. أكيد. هم طبعا كانوا مساعديني بطريقه كبيره جدا. أكيد. انا بس يعني حاجه صغيره قوي في وسطهم، هم فعلا اللي ساعدونا من اول الديكور، وكفايه ان هم اتحملوا يعني ان احنا نرسم على وشهم كل ده يعني. كتر خيرهم بصراحه. تمام. حلو قوي. تعالي بقى للمشكله العظمى بتاع كل الامهات. تمام. انا دلوقتي بقى عندي كم حاجه كده في البيت عايزه اعملها وبتاع، وابني بقى عمال يزن عليا والجو ده. تمام. فعامل لي مشكله، فهعمل ايه صراحه يعني؟ هجري افرج على التلفزيون. تمام. طبعا يعني بصي انا بعترف باخطائي. تمام. بصي هو معظم الامهات كلها، معظمها ايه ده، كلنا بنعمل كده صراحه يعني. تمام. فاكيد، والمشكله ان احنا عارفين ان هو غلط، اكيد ده غلط. تمام. قولي لي بقى ايه الحل، اديني بدايل للموضوع ده، لان انا عارفه ان هو اكيد غلط جدا، بس للاسف احنا بيكون ما عندناش حل تاني. طيب انا عايزه بس اقول لك ان ما فيش حل تاني. طيب انا عايزه اقول لك على حاجه، انت بتتفرجيه على التلفزيون او اي شاشه بقى، لابتوب اي موبايل اي حاجه بتلفت نظره، بس بالزبط. سريعا عشان معانا دقيقه واحده. اوكي. بنعمل ده علشان نريح نفسنا. على الصعيد الاخر بقى الناحيه الثانيه، انت بتتعبي نفسك جدا وبتتعبي الولد. تمام. تمام. ما ينفعش، الطفل ابدا ابدا مش هيتعلم يتكلم من حاجه زي كده، هو بس بيبقى متلقي. امتى هيعبر؟ لما احنا لما يشارك. بالظبط. انت بتريحي نفسك عشان يعني يبقى ايه البديل؟ بديل حاجات كتير جدا. البديل ان حضرتك لازم تفضي نفسك. تمام. احنا كلنا كنا بنتفرج على التلفزيون، بس ما كانش في اي مشكله عندنا، لان احنا ما كناش بنتساب طول اليوم. حقيقي. البديل ان انا اوفر له انشطه. احنا كنا بنلعب في الشارع، كنا بنعمل حاجات كتير. دلوقتي أكيد. احنا بنجري بيهم على النادي عشان نلحق التمرين ده، بنجري بيهم على النادي عشان نعمل حاجه تانية، بنجري يعني. المهم ان احنا ما نسيبهمش خالص. بالزبط. تمام. حتى لو احنا سيبناهم شويه على ما نظبط مثلا كام حاجه موجوده عندنا، نرجع تاني بقى نتكلم معاهم ونشاركهم يومهم عادي. بالزبط. والكلام ده كله بحيث ان هم يكونوا اسوياء عادي ومفيش اي مشاكل. بالزبط. خالص. ونمي مهاراتهم عن طريق البازل والمجسمات والحاجات دي كلها. تمام. حلو قوي. شكرا يا امان، بجد شرفتيني جدا النهارده، وحقيقي انا استفدت منك جدا. انتظرونا الحلقه الجايه ان شاء الله يوم السبت الساعه 1:30 في برنامجي وبرنامجكم بدايتك مع هبه.